الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها أو أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف وطالب مضاف إليه، والفاعل الوفاة، ويكون الأصل لما حضرت الوفاة أبا طالب. والفائدة من هذا التقديم هو التأكيد والاهتمام، وذلك لأن المفعول به حقه أن يؤخر والفاعل حقه أن يقدم، وما كان حقه التقديم فأخر فإنه يدل على الحصر والاهتمام، ففيه التأكيد على أن أبا طالب قد حضرته الوفاة، وحضرته الوفاة وهو على هذه الحال التي ذكرها المسيب رضي الله عنه، فيكون في هذا إشارة وحجة في نفس الوقت على الروافض الذين زعموا أن أبا طالب قد أسلم، فيرد عليهم بأن أبا طالب قد توفاه الله عز وجل على الكفر بدلالة هذا الأثر. لما حضرت أبا طالب الوفاة، فقوله لما هي حرف وجود لوجود، فلما وجدت الوفاة في أبي طالب وجد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فوجود مجيء النبي صلى الله عليه وسلم مرتب على وجود الوفاة لأبي طالب. وقوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي وأبو جهل، وعنده الأندية كما سبق تفيد القرب، فيكون هذان الرجلان قريبين من أبي طالب. فقال له القائل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: يا عم، يا حرف نداء، وعم منادى مضاف إلى ياء المتكلم، وياء المتكلم هنا قد حذفت وجعلت الكسرة علامة عليها، فيصح أن تقول في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم تقول يا عمي بوجود الكسرة، أو يا عمي بإثبات الياء، فيصح إثبات الياء ويصح حذفها. فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله. قل أمر منه عليه الصلاة والسلام، والأمر كما هو مقرر في اللغة وعند الأصوليين هو طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى على وجه الاستعلاء بإحدى صيغ الأمر، والصيغة المذكورة هنا هي صيغة افعل قل، فهل هذا الأمر على بابه؟ قال بعض العلماء: نعم هو على بابه، وذلك لعلو مرتبته عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء: إنه خرج هذا الأمر عن أصله، فيكون هذا الأمر أمر ترحم واستعطاف وتودد لعله أن يقولها. قال: قل لا إله إلا الله كلمة، كلمة بالنصب على أنها بدل، بمعنى أنك لو حذفت كلمة لا إله إلا الله ووضعت بدل لها كلمة كلمة فصح، قل كلمة وضبطت كلمة فتكون كلمة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي كلمة، ولكن النصب أولى، وذلك لأن القاعدة في اللغة أن عدم الحذف أولى من إثبات الحذف، وذلك لأن الأصل عدم الحذف، فنحن إذا قلنا كلمة لا نحتاج إلى أن نقول هناك شيء محذوف، وأما إذا قلنا كلمة فنحتاج إلى أن نقول إن هناك
شيئا محذوفا. كلمة أحاج لك بها عند الله، أحاج إذا كانت مرفوعة فتكون صفة لكلمة المرفوعة، وإن كانت مفتوحة أحاج فتكون مجزومة لأنها واقعة في جواب الأمر. قال كلمة أحاج لك بها عند الله، ورد عند مسلم أشهد لك بها عند الله، وفي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيئا، إن لو كان يملك من الأمر شيئا لقدم النفع لعمه أبي طالب الذي كان يحوطه ويذوده وينصره. قال كلمة أحاج لك بها أو أحاج لك بها عند الله، فقال له، القائل هو عبد الله بن أمية وأبو جهل. عبد الله بن أبي أمية أسلم رضي الله عنه، وأما أبو جهل فقد مات على كفره نسأل الله العافية. فقال له، وأتى بالفاء، وذلك لأنها تفيد الترتيب والتعقيب، فهم قد انتهزوا الفرصة ألا يكون لقول النبي صلى الله عليه وسلم أثر على أبي طالب نسأل الله العافية. وهذا فيه بيان لمغبة رفقاء السوء، كما قال عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وغيره: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم أن يخالل. فقال له، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الهمزة للاستفهام، والاستفهام معناه هو طلب العلم عن شيء مجهول بإحدى أدوات الاستفهام، لكن الاستفهام هنا قد خرج عن هذا الأصل. فقال له، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهذا الاستفهام يراد منه التهييج، ويراد منه التذكير بنعرة الجاهلية وتعظيم الأسلاف، فيكون هذا الاستفهام للتهييج، يهيجانه على أن يبقى على دينه. فقال له، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما هي ملة عبد المطلب؟ هي الكفر. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يقطع عليهما ما أراد أن يكون من أبي طالب، فلم يجعل عليه الصلاة والسلام زمنا تتمكن كلمة هذين الرجلين من قلب أبي طالب، بل بادر عليه الصلاة والسلام وأعاد عليه هذه الكلمة، ثم هما كما جاء في الأثر فأعاد عليه، وهذا يقتضي أنهما لم يتركا فرصة لكلمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تبلغ من قلب أبي طالب مبلغها، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فتكون خاتمته خاتمة سوء. وقوله فكان آخر يصح فكان آخر، فإذا قلنا فكان آخر يكون آخر اسم كان، وإن قلنا فكان آخر يكون آخر منصوب على الظرفية. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى، وهذا هو كفر الإباء الذي كان عليه أبو طالب، فإنه أبى وأعرض من أجل أن لا ينشر عنه أنه خالف ملة أبيه أو أن جزع الموت أثر فيه. وكفر الإباء الذي عليه أبو طالب أنه علم الحق ولم يعمل به، عرف أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وأعرض عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال لأستغفرن، اللام تدل على قسم مقدر، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستغفار باللام وبالقسم المقدر وبنون التوكيد الثقيلة، فهنا ثلاثة مؤكدات أكد بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيستغفر لأبي طالب. وقد جاء في رواية أخرى التصريح بالقسم، قال والله لا
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك.